مرحبا عن جديد. لمرة واحدة فقط وبقيمة لا تتجاوز 50 دولار أصدر بشار الأسد قرارا بمنح مقاتلين محددين في جيشه مكرمة وصفت بالإهانة بسبب شروطها القاسية، إذ حدد رأس النظام نسبة العطب في الشخص بحيث تتراوح بين 40 و100%. لم يتعلم الأسد من درس سحارة البرتقال بأن مقاتليه الذين استبسلوا في الدفاع عنه لم يكونوا ينتظرون ساعة حائط أو رأس الماعز فحسب، فإن إنما أرادوا أكثر من ذلك وفقا لتعليقاتهم التي غصت بها وسائل التواصل الاجتماعي. فهل حقا كانت مكرمات أم رسالة منه لمريديه بأنه تخلى عنهم للفقر والحاجة والعوز وإلى الحسرات على أجسادهم التي أفنوها فداء لشخص دفع على الواحد منهم 50 دولارا في أفضل الأحوال؟ بالدم نفديك يا بشار، بالروح بالدم نفديك يا بشار. هي أقل حتى من أذن الجمل. نظام الأسد يكافئ من قاتل في جيشه وبذل الروح والدم في سبيله بمنحة مالية لا تتجاوز قيمتها 50 دولارا ولمرة واحدة فقط. بحسب وكالة سانا التابعة للنظام، هذه المنحة المالية تشمل نحو 20,000 جريح لعمليات حربية من قوات الجيش والأمن الداخلي والدفاع الشعبي، شريطة أن تتراوح نسب عجزهم بين 40 و100%. بحسب اللجنة المشتركة لمشروع جريح الوطن، ستخصص 200,000 ليرة لكل جريح من شريحة العجز بين 70 حتى 100%، و150,000 ليرة لكل جريح من شريحة العجز بين 40 حتى 69%، وتعطى هذه المنحة لمرة واحدة على أن تصرف من صندوق الشهداء والجرحى. اللجنة استثنت من المنحة جرح العمليات الحربية ممن لا تتجاوز نسب عجزهم 40%، معتبرة أن إصاباتهم شافية ولا تؤثر على قدرتهم الجسدية أو تمنعهم من ممارسة حياتهم اليومية، وهي أصلاً لا تستوجب حتى تسريحهم من الخدمة العسكرية وفقاً للقانون. أي لقمة إنه هل اللقمة اللي بدنا ناكلها اليوم هي أطيب لقمة رح ناكلها بحياتنا؟ وفي قرارات مشابهة، كان النظام قد أصدر في 7 من الشهر الجاري منحة مالية بمقدار راتب مقطوع إضافي ولمرة واحدة للمتطوعين العسكريين في الجيش، بالإضافة إلى تعويض شهري لجرح الدفاع الشعبي بقيمة 50,000 ليرة سورية في شهر أيار الماضي. مرة جديدة يحاول النظام إظهار الاهتمام بالجرحى وذوي القتلى من قواته على اعتبارهم آخر الحصون الرابحة له، لا سيما بعد أن بدأوا بالتململ من إهمال النظام لهم ورفعوا أصواتهم في مشاهد كثيرة مطالبينه بالنظر في أحوالهم، وهي الأسوأ كما يقولون بين السوريين متسائلين. هل سيأتي الوقت الذي سيرد به نظام الأسد الجميل الحقيقي لتضحياتهم ليس بسحارة برتقال أو ساعة حائط وليس بمكرمات هي أشبه بالإهانات؟ حول هذا الموضوع ينضم إلينا الصحفي محمد بارودي من باريس، أهلا بك، وأيضا العقيد أحمد حمادي ضابط منشق، أهلا سيادة العقيد. أهلا وسهلا بك. إذن 50 دولار تصرف لمرة واحدة، هذه المكرمة، إذا كانت نسبة الإعاقة 40 وما فوق، يعني لحتى يأخذ 200,000 لازم يكون نسبة الإعاقة 80 أو 90% لأنه خلاص ما قادر يتحرك ولا يعيل نفسه. برأيك ماذا تمثل هذه المنحة لجرح جيش النظام؟ تحياتي لكم وتحياتي لمشاهديكم الكرام. قانون الخدمة الصحية في سوريا كان تقسم اللياقة إلى 3 أقسام، سالم مسلح، خدمة ثابتة أو إعفاء صحي. أما بالنسبة للإصابات فهناك كل عسكري يصاب
يعرض على اللجنة الطبية، اللجنة الطبية تعطيه نسبة عجز. هذه نسبة عجز تتراوح بين 10% حتى 100%. كل هذا التدرج يعني بأن أقل من 40% يبقى في القوات المسلحة، يعني يبقى يخدم إذا لم يرضى بأنه يسرح من الخدمة يعني. أما ما نراه اليوم تشريح المصابين إلى شريحتين، شريحة يمكن إعطاءها $50 مرة واحدة، فهذا إهانة لهؤلاء الذين دافعوا عن نظام بشار الأسد. هذا اليوم هو الجزاء الذي يستحقونه بالفعل، هؤلاء الذين فقدوا أي ثقة من قبل الوطن أو لم يقاتلوا من أجل الوطن. لو قاتلوا من أجل الوطن أو للدفاع عن الحدود أو الدفاع عن الكرامة التي كنا بالفعل يعني نرجوها، نرجو أن نقاتل من أجلها، لكان لديهم شرف أكبر من ذلك بكثير. أما اليوم فأعطاهم هذا النظام ما يستحقونه من الإهانة والعوز. بالطبع هي عملية مستمرة من سحارة البندورة والبرتقال والساعه والعنزة وإلى آخرها، بالإضافة إلى 40,000 يعني كان يعطى عندما يقتل العسكري في نظام الأسد 40,000، ثم صار 90,000، وللضابط 150,000، ثم رفعوها بحدود 200,000. يعني هذه اليوم لا تسوي أي شيء، هي لا قيمة لها بالمفهوم العملي، ولكن هي يقول بشار الأسد بأنكم قاتلتم من أجلي وهذا ما تستحقونه من عطايا هذا النظام. دعنا ننتقل إلى سيد محمد البارودي، يعني سمعت ما قاله العقيد وأيضا يعني الغضب اليوم من قبل الحاضنة الشعبية للنظام حول ما يحصل اليوم. قبل فترة تبنت أسماء الأسد مؤتمر لمصابي الحرب وأحضرت فيه سوريين وغير سوريين، وأيضا شاهدنا على مواقع التواصل الاجتماعي إحدى الأمهات تقول أن ابنها لم يتم تكريمه حتى بالكلام حتى. كيف تقرأ اليوم ما يحصل بين النظام وهذه الحاضنة؟ يعني ربما أبلغ ما يعبر عن الحالة هو المسألة الشعبية، المفرط أولى بالخسارة، يلي سعر حاله بهي الأسعار بشار الأسد اشترى، ففعليا ما حدا ضربهم على إيدهم يروحوا على جيشه، وقديش إجتهم الفرص ليكونوا هن فعلا سوريين، ولكن للأسف أخذوا هذا القرار والخيار. كل ما يجري الآن هو إمعان في الإذلال أكثر وأكثر، خصوصا بأنهم كروت محروقة، يعني بالنسبة للنظام ما له غايات فيهم أبدا، هن صاروا عالي عليه، مش قادرين يقوموا بحالهم، صار بدهم مساعدات بدل ما يكونوا عم يحموا النظام، فبالتالي شو بنساوي؟ بنخليهم يموتوا طقيق. وهذا الشيء يعني ليس سرا، كونه التوجيه المعنوي في المخابرات العسكرية أعطيت التوجيهات لا أكثر من جهة صحية سواء أو تأمينات اجتماعية أو وزارة عمل، بأنه أي حدا بيجي لعنا عنده إصابة بهالطريقة المزلة أنه نحن بنفرزك على هوا إصابتك، بدنا تمعنه بإذلاله أكثر وأكثر، يعني عسى ينجلط ويموت ببيته ونخلص منه من التكاليف اللي بحطها علينا، وبيكون علينا عبء يعني كون ما في موافقات من قبل الإدارة الروسية، وأيضا لا ننسى التواجد الميليشيات الإيرانية، أنه من وين لوين اليوم يكون فيكم اهتمام؟ الاهتمام اليوم اللي موجودين على الأرض فيا دوب الميزانية عم تكفي، وحتى اليوم هال 200,000 بدها تجي هي جاية مثل ما بيقولوا شحدة، يعني مش جاية من خزينة الدولة، هي جاية أنه بدنا ندبر الأمور لحد ما الأمور تمشي يعني. وبهي الطريقة يلي اليوم صارت عم تنكشف، وسائل التواصل الاجتماعي عم تكشفها كل يوم من داخل مساكن الحرس الرحطون ومن داخل الضواحي العشوائيات أي حول العاصمة. يعني سيد محمد هو حاول الاستثمار بموضوع ملف مصابي الحرب أو جرح الحرب لي يعني يلمع وجهه أمام المجتمع الدولي، هل تستطيع القول اليوم أنه لم ينجح حتى بموضوع باستثمار هذا الملف؟ مثل ما حكينا الشهر الماضي بشار الأسد لن يستطيع يلمع شيء، لأنه الأساس الأساس هو إرهاب، الأساس الأساس هو إجرام، فبالتالي أنت تلمع يعني بمصاب أين أصيب، يعني لم يصاب هذا بفلسطين، يعني لم يصاب في مكان آخر، يعني هو أصيب وهو يقتل، يعني أصيب وكان حظه عاسر أنه لم يموت يعني، والنظام اليوم متورط فيهم أكثر يعني، بالعكس هم دليل إدانة للنظام
ودليل اجرام يعني مثل ما يقولوا ميكس اجرام صار، يعني مو بس قتل وانقتل ونص ميت صار، فبالتالي عامل عاهه علينا وعامل عبء علينا، وبالتالي ضغوطات كبيره عم بتكون حاليا على النظام من قبل حلفائه المفترضين. يعني اليوم خلينا نقارن بين جريح بميليشيا حزب الله، ولما بيكون في عنا جريح من جماعته لمين ترجح الكفه؟ اذا عندي سرير بمشفى الشمي العسكري مين بياخذه؟ بدون اي تفكير يعني. بالتالي هؤلاء كروت محروقه، وللاسف هن اخذوا هذا القرار ونفرط اولى بالخساره، واليوم النظام يمعن باذلالهم، وشفنا حالات الجلطات كثير في صفوفهم يعني. صحيح. سيد احمد، يعني ذكرنا نسبه 40% واكثر بالنسبه لنسبه الاعاقه، من يحدد هذه النسبه؟ خاصه انه ستكثر الان المحسوبيات والواسطات لحتى تم رفع رشاوي. هذه النسبه لحتى يقدروا يحصلوا على هذا المبلغ، يعني ذكرني بحلقه مرايا تبع اللي بيعطوا بظهره بالكامل حتى يقدر يحصل على التامين. بالنسبه لهذه الحاله، كل مريض او مصاب عندما يذهب إلى المشافي العسكرية، إذا كانت إصابته تستوجب بالفعل هناك عجز في هذه المسألة، يحال إلى اللجنة الطبية. هناك لجنة طبية، هناك مجلس عسكري، هناك مجلس صحي أعلى، يتم تحديد من هذه المستويات الثلاثة، مثلا مجلس الصحي الأعلى مختص في الضباط، والباقي مختص في العساكر وصف الضباط، يحددون هذه النسبة. أما الواسطة فهي موجودة، إذا كان هناك مثلا من يأخذ فوق 40، هذا قبل يعني اليوم محدد هذه النسب، وهناك شهادة صحية لكل فرد من هذه الأفراد المشمولين، الجيش والقوات المسلحة بما فيها الشرطة والأمن وغيرها، والشبيحة بمفهوم الدفاع الوطني، هؤلاء هم لديهم شهادة صحية ومسجلة أتوقع في المشافي أو في الدوائر الصحية أو الاجتماعية المتواجدة عند النظام. فنتيجة هذه النسب يحصل هذا المصاب على المبلغ المطلوب. أما إذا أردنا اليوم أن نقول بأن 20,000 من هؤلاء المصابين الذين يستحقون اليوم هذا المكافأة أو يعني ارتزاق، يعني نسبة كونه يعاملهم النظام كالارتزاق، ليسوا أبناء وطن. هؤلاء لو كانوا أبناء وطن لكانوا تعاملوا على غير هذه الشاكلة، فيكون في النسبة الأدنى يعني أقل من 40 حتى 10%، لازم يكون يعني أكثر من 60,000، لأن نسبة الإصابة أعلى بيكون أكثر من الإصابات الدنيا خفيف. فنقول اليوم ونتساءل أمام جمهور هذا النظام، يعني كم من الأطراف فقدت والأمراض والآهات نتيجة فقط من أجل أن يبقى هذا المجرم متسلط على هذا الشعب. هؤلاء ليسوا أبناء الوطن الحقيقي، هم مرتزقة. هؤلاء كانوا يقاتلون أبناء شعبهم، كانوا يقاتلون في دارية وفي المعظمية وفي حمص وفي حلب وفي إدلب وفي الرقة وفي كل هذه المناطق. لو كانوا أبناء الوطن لكان يكفيهم شرفا بأنهم مصابين. إذا أردنا أن نتذكر مصابي حرب تشرين مثلا، كان عندما يأتي إلي أنا موظف في مكان معين ويقول أنا مصاب في حرب تشرين، كنت أرفع له يعني كل الشعب السوري، وكل الشعب السوري يقدره لأنه كان يحارب العدو الحقيقي. أما هؤلاء فهم حتى بينهم هناك حالة من السخط، يعني لأنه كانوا يبنون بيوتا من الرمل وانهارت يعني كانوا مثلا يتأملون بوظائف، يتأملون بمقاسم بيوت مثلا، ولكن يعني كل أحلامهم ذهبت سدى. قديما كان لكل شهيد يمكن تخصيص شقة سكنية، ولكن اليوم هذا النظام استخدم شيء آخر في هذه الحرب ضد الشعب السوري، استخدمهم كمرتزقة، وهم قبلوا بأن يكونوا كذلك، لذلك لم يعطيهم شيء. يعني عندما يذهب جثة أحدهم إلى أهله ويعطوه ساعة حائط أو علم أو ما بعرف إيش، يعني أو لا يوجد تكلفة حتى لدفنه، يعني مسألة
جزينا الموضوع. طب عقيد أحمد، يعني تبعات هذا الموضوع بالنسبة لحاضنة النظام اليوم، يعني حاضنته نفسها اليوم تغضب وتكتب على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي بعض الناس من الإعلاميين النظام أيضا خرجوا بفيديوهات يعني تغضب لما يحصل اليوم. يعني كيف سيكون تبعات الموضوع؟ هناك عدم ثقة سوف يكون بين النظام؟ هلا النظام لا يوجد أحد واثق فيه، حتى أبناء الطائفة التي ينتمي إليها النظام وحتى كل من يقاتل مع هذا النظام، ولكن هناك سيستم ماشي بهذا الاتجاه، وهم عليهم أن يدركوا هذه الحقيقة آجلا أم عاجلا، وإذا أدركوها اليوم فقد فات الوقت، قد قطعت أطرافهم بهذا الوضع. هم اليوم نتيجة الحالة الاقتصادية السيئة، هناك حالة غضب شديد، هناك حالة توتر، هناك حالة يعني عندما يذهب هذا المصاب ولا يستطيع إعالة عائلته ماذا يفعل؟ هل سيقدم لهم 150 ألف ويقول لعائلته هذه تكفيني طول العمر؟ ولمرة واحدة فقط، ولمرة واحدة طول العمر. فإذا هي حالة يعني بمفهوم الشعب السوري ضحك هذا النظام على هؤلاء المغرر بهم ودفعهم إلى حرب غير حربهم وقتلهم. يعني هناك أكثر من 200 ألف قتيل عند النظام من طائفته أو من غير من الشعب السوري. هناك سأقول ما قاله لي الأطباء في بعض المشافي العسكرية، طبعا في سوريا عدة مشافي عسكرية، مشافي مثلا في دمشق هناك عدة مشافي، حرستا، المزة، تشرين، بالإضافة إلى مشفى زاهي الأزرق في اللاذقية ومشفى حلب. كان يأتي المصاب الذي إصابته يعني شديدة يتم التخلص منه من قبل شبيحة النظام المتواجدين في هذه المشفى، يقتله حتى منهم وفيهم يعني. نعم حتى يتخلصوا من تكاليف العمليات أو تكاليف التي ربما تدفعهم إلى السفر إفاد إلى خارج القطر من أجل استكمال العلاج، كانوا يقتلونهم ليتخلصوا من مصاريف علاجهم. فما بالك هلأ يعني. نعود لباريس، السيد محمد ربما لديه تعليق. حتى أثناء التحضير للحلقة لاحظنا وجود بعض البرامج التلفزيونية يعني تلفزيون النظام مثل قامات السنديان يقوم بمقابلات مع مصابي الحرب، يعني وكأنه اليوم يضحك على المشاهد ويقول أنهم قدموا أرواحهم فداء الوطن وقربانا للوطن، ويجعلهم هم من يقولون هذا الكلام. شعارات قد ما بدك، في شعارات يعني النظام هو نظام شعارات، يعني ما عندنا مشكلة أبدا نضل عم نطلق فيك شعار وأنت، بس أهم شيء أنك خسرت جسدك أو خسرت حياتك. يعني سؤالي أنا، هل النظام بيهتم بالعسكري الجالس ليهتم بالعسكري اللي خلص زمانه؟ يعني هو هون المحتوى بشكل عام. النظام اليوم صاروا أعباء بالنسبة له، هو هم دليل إدانة أنه بيوم الأيام هذا العسكري رح يكبر ويحكي لأبنه، أبنه إذا بده يتطوع حيله لا تروح. شاهدنا الصور للطعام الذي يقدم لبعض العساكر يعني اللي هم يعني على قيد الحياة وبقوتهم الكاملة، الطعام لحاله ممكن يخليهم يصير يعني عندهم سوء بالتغذية يعني. للأسف إذا هو جالس والنظام تعامل معه بهالطريقة، فما بالك لما بيصير كرت محروق. اليوم إذا بدنا نحكي عن الحاضنة هاي اللي عم تتململ اللي عم تشتكي، اليوم المخابرات العسكرية جاهزة، يعني اليوم اللي فكر المخابرات العسكرية عم تلحق المعارضة وكذا، لا غلط. اليوم صارت شغلة الشاغلين هن هدول العالم المتململين، وفي حال شغلة الوساطات كونه الكل بيقرب بعضه يعني من هاي الفئة، في المخابرات الجوية بتعمل كنترول عليهم، ففعليا ما حدا رح يفلت من قبضة النظام. فاليوم أنت إما أن تكون رضيان باللي صار لك ومحترم مثل ما قالوا إصابتك يعني عساكت لحد ما تنجلط وتموت ونخلص منك، يا أما بدك تكون بكل الولاء ترجع مرة تانية تجند عائلتك وتجند أولادك ونستمر نحن بالابتزازات اللي عم بتصير. نعمل عنك برنامج تلفزيوني لنلعب على عواطف. تماما. عنا كمان موضوع آخر، وكل العالم يعني له علاقة بجيش النظام بيعرفوه، اللي هو مكتب شؤون الضباط، اللي هن يعني يحال لهم اوراق اللي راح له حدا يعني بمسمياتهم شهداء يعني. هذا المكتب يعني انا ما بقدر اكشف كثير على الامور كونها مش اخلاقيه، يعني اللي بتصير جواتها من خلال الابتزاز. اللي هن ضباط بيقربوا بعضهم من نفس المنطقه من نفس الشقفه، ولكن لما بتجي مرت حدا ميت بجيش النظام
لكن تتخيل شو بيصير، شو بيصير بالامور، بس يمكن لتاخذ قنينه غاز ولا يسجلوها الولد بالمدرسه ولا القصص كلها. فبالتالي الدناءه مش جديده على النظام، واليوم اللي نفكر انه النظام قادر انه هو يعطيه حقه او يمكن يعوضه، لا انت فرطت كثير ودفعت اثمان ما بتسوى هيك قياده يعني. نعم سيد أحمد، يعني مجندو الخدمة الإلزامية في قوات النظام أبدو استياءهم، لأنه حتى هاي المكرمة ما طلعت لهم، رغم أنه في بعض منهم انعطب بأكثر من 40%، وأيضا لم تشمل المتطوعين بجهاز الشرطة كما استثنت عساكر الاحتياط والاحتفاظ، مع أنه يعني سنين شبابهم حسب حكيهم راحت. نعم، ما تعليق؟ يعني هذا النظام ضحك على هؤلاء جميعا. أولا ضحك على عليهم بأنهم يقاتلون إرهابيين، وهم بالتالي يقاتلون أبناء بلدهم. كيف لا يضحك عليهم؟ يعني سأذكر على الأحياء، عندما كنا في الخدمة الإلزام في خدمة الجيش، فكان العسكري كان ضابط أو غير ضابط، جعلة الطعام اليومية له 27 ليرة سوري، بمقدار نصف دولار فقط. هذا قبل هذه الأحداث. فاليوم كيف الحال يعني اليوم، وقد رأينا ما رأينا يعني في هذا النظام. إذن هذا النظام ما هو سائل لا على الأحياء وعلى الأموات، ما يهمه هو أن يبقى في الحكم. من قتل الشعب السوري في الكيماوي وجاء واستجلب الروس والإيرانيين وميليشياتهم والعصابات والشبيحة ليقتلوا أبنائهم، ما بهم سنين عمر الشباب اللي عم تروح على الفاضي، قطعت أجر واحد أو راحت عينه أو فقد إيده أو فقد حاله، ما بهمه. هو بالتالي هو يقتل هؤلاء، هو من يقتل هؤلاء، لا يهم لا يهم حياتهم. ولكن ما يظهر اليوم بعض المراسيم التي تعطي 50,000 اليوم وعشرين ألف، هو بالتالي فقط من أجل الإعلام ومن أجل الحاضنة الشعبية ومن أجل غيره. هناك من يسرق عنده من يشبح من غيره، يعني صحيح. هم ما سألين، هم عبارة عن عصابات وليس إلى جيش. إلى أي مدى ستصمد هذه القوى؟ للأسف وقتنا انتهى. شكرا جزيلا لك العقيد أحمد حمادة، ضابط منشق، وأيضا شكر موصول للصحفي من باريس كان معنا محمد بارودي. شكرا جزيلا لكم.